لأنك معاي، مش عايزة غيرك من الدنيا، ولو في أمنية بتمناها في حياتي فهي إنك تفضل معايا طول العمر ومتسيبنيش. مهما شفت مش هشوف أحسن منك، ومهما قابلت مش هيكون على بالي غيرك. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير. أول حاجة غادي نغربلو هادوك النواشف، غادي نغربلو 150 غرام دقيق الفورص، وغادي نزيد عليها 18 غرام ديال الكاكاو، وغادي نزيد عليها خميره ديال 8 غرام. انا عندي هذه فيها 7، غادي نزيد واحد شويه من هذه. صافي، نغربلو جميع هاد النواشف على هكا ونرجع معاكم. صافي، ندوزو نخليوه على جنب، وغادي نجيبو بول فاش غادي نخدمو. غادي نضيف 5 ديال البيضات بحراره ديال المطبخ، والبول يكون مسوح مزيان من الماء. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف سكر فاني، غادي نطرب شويه، غادي نطرب هذا البيض شويه، وغادي نبدا نضيف هاد 150 غرام ديال السكر سنيده. غنبدا نضيفها بشويه 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 وانا كنطلع. وضروري تكون السرعه ديال الطراب تكون مجهده. صافي، ها هو من بعد ما طلع لينا البيض ديالنا، ها هو تعرف الحجم ديالو. ندوزو دابا نبداو نضيفو فداك الدقيق اللي غربلنا، نبداو نضيفو غير بشويه بشويه بهذا الشكل. صافي، راكم عارفين باش ما يطيحش لكم البيض، نحاولو نحركو غير بشويه من الاسفل للفوق بهذا الشكل باش ما يتكسرش لينا هذاك البيض على هذا الشكل. باش يبقى لينا هذا الخليط سوفلي، نحاول نزيد. صافي، نحاول نكمل بنفس الطريقه، حتى نكمل الدقيق ديالي كامل ونرجع معاكم. اول خليط ديالنا من بعد ما كملته هو بقى سوفلي. غادي نجيبو المول اللي غادي ندخلو الفران. انا عندي هذا القطر ديالو 20 سنتيم، شوفو نتوما اي مول عندكم. انا درت ليه البابي باش ما يلصقش ليا، شوفو نتوما على حساب المول اللي عندكم. غادي نخوي هذاك الخليط ديالي هنايا، ندوز دابا ندخلها الفران حتى طيب ورجع معاكم. من بعد ما درنا الجينواز ديالنا او الكيك ديالنا يطيب، غادي نجيبو الفبر فاش غادي نخدمو. غادي نحتاجو نص لترو ديال الكريمه، و100 غرام ديال شوكولاته سوداء نوع ممتاز، و150 غرام شوكولا بالحليب، 100 غرام شوكولا نوار، 150 غرام شوكولا اولي. ندوز دابا ندوبهم في باماري ورجع معاكم. هاد الكميه اللي ضفت ديال الشوكولا اولي هي اللي كتكسر لينا ديك المراره اللي كتكون في الشوكولاط نوار باش يعطينا واحد المذاق زوين. اول الكناج ديالنا بعد ما ذاب لينا درتو انا غير في الميكرو اوند حتى ذاب. ندوزو دابا نزيدو عليه هذيك نساترو ديال الكريمه بشويه بشويه. ونضيفو فيها كنحركو غير بشويه بشويه، الكريمه تكون بارده لان الشوكولا راها سخونه. ونحركو غير بشويه بشويه حتى نكملو هاد السطر ديال الكريمه كامل. كنحرك
نكملها كامله ونرجع معكم. هو من بعد ما خلطته نتوما كما كتشوفوا هو بدا كيتقاد، بدا كيعقاد لينا كما كتشوفوا. عفوا في الاول قلت لكم 100 غرام شوكولاته سوداء، ماشي 100 غرام، 200 غرام شوكولاته سوداء نوع ممتاز مع 150 غرام شوكولا بالحليب. 200 غرام شوكولا نوع ممتاز شوكولاته سوداء مع 150 غرام شوكولاته بالحليب ونص لتر ديال الكريم. ها هي كما كتشوفوا هي بدات كتعقد لينا. صافي بعد ما كملناها ندوزو نغطيوها، نديرو لها السلوفان ونغطيو على هذا الشكل ضروري باش بدا شنو واحد القشره. ندوزو نخليوها تبات ليله كامله. انا صوبتها اليوم وما غادي نخدمها حتى الغدا، ما غادي نمونطي بها اللاير كيك ديالي حتى الغدا ان شاء الله. بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه، بان هاد الكريمه هاد الكاناش ما يصلحش الكيك ديزاين، هذا ديال لاير كيك فقط، يعني ما يصلحش لكم الكيك ديزاين. نخليو الا كان حال بارد نخليوه خارج غير برا، الا كان حال دافي نجيو نزمن بعد ما خرجناه من الفران. صافي حيدوا له هذاك البابي كما كتشوفوا. ها هي الجينواز ديالتنا، غندوزو دابا نخليوها حتى تبرد، وملي تبرد لينا غنديروها في السلوفان وغادي نخشيوها في الكونجيلاتور تبرد لينا مزيان باش غدا ان شاء الله غنخرجوها غادي تسلق دغيا وتجي ساهله علينا باش نقطعوها. الجينواز ديالنا من بعد ما جبدتها من الثلاجه انا درتها في الكونجيلاتور باش تسهل عليا باش نقطعها. انا درتها على جوج ضبط المقادير، ماشي مشكله بقات عندي شي حاجه غادي نستعملها في شي تحليه واحده اخرى، نقطعها ونرجع معكم. ها هي الجينواز ديالنا قطعناها، ندوزو نخليوها على جنب. غادي ندوزو دابا الطبقه المقرمشه، غادي نحتاجو فيها 100 غرام ديال شوكولا اولي، يعني شوكولاته في الحليب. انا غادي ندخلها الميكرو اوند ندوبها ونرجع معكم، او باماري ونرجع معكم. من بعد ما ذوبنا الشوكولاته غادي نزيدو عليه 50 غرام ديال البخاليني، نزيدو عليه نحاول نلبسوهم بجوج مع بعضياتهم. هما طلقوا لي تم جوج نتوما كما كتشوفوا. غادي نزيدو عليهم دابا فويتين، شي 75 غرام ديال فويتين. فويتين ضروري يكون جديد باش يعطيكم هذيك القرمشه، الا ما كانش جديد راه ما غاديش تعطي هذيك القرمشه. وغادي نزيد واحد الاضافه، كاضافه غادي نزيد واحد شويه ديال الكركاع، بغيتو ديفو ديفو ما بغيتوش تزيدو ما تزيدوش. صافي نحاول نيبس كلشي نرجع معكم. صافي من بعد ما يبسناه نجيبو بول، غادي نجيبو الكريمه. انا عندي هذه فيها 200 ملي هاد الكريمه اللي غادي نديرو ديال الفرماج، خاص يكون قد الكريمه قد الجبن. انا غادي ندير هاد ماسكاربون، غادي ناخد منه 200 يعني قد هذا قد الكريمه. واللي ما عندكمش بغى يدير فيها لا دير فيه يضيفها. هذا راه فيه 250، غنحاول ندير غير 200 باش يكون عندي قد الكريمه. هو صافي ندوز دابا نطربهم ونرجع معكم. صافي هي الكريمه من بعد ما طلعناها كتجي على هذا الشكل، كتجي هاكذا واقفه نتوما كما كتشوفوا. انا عندي هنايا الكريمه راه هولالا، راه فيها فيها الحلاوه، يعني لا داعي باش باش ندير سكر سنيده. اللي غيجيب الكريم فريش مسوسه ضروري يضيف سكر سنيده. ندوز هذا نديرها في الثلاجه حتى نبغيها. غادي نجيب هذيك الكناش اللي درنا البارح، نحيدو ليه هاد الميكا. هو كما كتشوفوا راه كيجي عاقد بزاف، هانتوما كما كتشوفوا كيجي عاقد، كيجي ناجح 100%. ندوز دابا نطربو ونرجع معكم. هاهي ملي عاودنا طلقناها ندوز نخليوها على جنب. غادي نجيبو بقاش غنخدمو. أول حاجة نسيت، غادي نجيب واحد شوية ديال الحليب باش نسقي الجينواز. أنا غادي نسقيها بالحليب والكاكاو، اللي بغى يضيف يدير السيرو يديرو، اللي بغى يضيف الماء ونسكافي يديرو. غادي نكون انا بهذا الكاكاو. البنات ولي خذوا هذا، راه كيتباع في لابيل في او كارفور، راه زوين وتبارك الله راه فيه كيهز، والثمن ديالو في المتناول. ها انتما الشكل ديالو كيفاش داير. غندوزو دابا غنديروه في الحليب حتى يذوب لينا.
باش نسقيو به هذيك الجينواز. غادي نجيبو الجينواز ديالتنا الاولى نحطو على هذا الشكل، غادي نسقيوها نسقيها مزيان. غادي نجيب السار كنخدم به من الاحسن باش يسهل عليا، وغادي نضيف واحد الطبقه المقرمشه الفوق تكون رقيقه. نسرحها ونرجع معكم. صافي نحاول نبرك عليها بشي عشقه ولا بشي حاجه بحال هكا تتسرح لينا هذيك الطبقه المقرمشه وتلصق لينا مع الجينوازه الاولى. انا ما درتهاش رقيقه، درتها غليظه شويه. نسرحها مزيان ونرجع معكم. درت الكاناش في هذا البوش ونحاول نديرو من الجناب على هذا الشكل راك تشوفوا. حيت كيكون بارد ما كيبغيش يخرج من البوش. غادي نجيب هذيك الكريمه ديال الجبن ونحاول نديرها هنا الوسط، نسرحها الوسط هنايا راك تشوفوا. نسرحها غير بشي معلقه بحال هكا، نحاول نسرح نعمر الوسط. الشكل صافي، ونحاول نسرح دابا كل شيء ندمجهم على هذا الشكل. راه ساهله هذه الطريقه. انت السنه تشوفوا كيجيو جوج مذاقات وجوج نكهات هذا الشكل. ونحاول نزيد جينواز ندخلها هنا، نحاول نقادها بشويه، نحاول نقادو. صافي ندوزو نسقيوها، نسقيوها مزيان جميع البلايص ورجع معكم. بعد ما سقيتها غنعاود نفس الطريقه. غادي تجيب هذاك الفويتين غنحاول نسرحها في البلايص كاملين ورجع معكم. غادي نضيف الكريمه من الجنب ديال الطبقه الاخرى. غادي نضيفو كراميل، عندي ها الكراميل ديال الحشو لانك نضيفوه للاخر راه كيعطي واحد المذاق رائع. نحاولو نديرو نسرحو في جميع البلايص ونرجع معكم. نحاولو نسرحو غير بشويه، نكون عارفين كراميل كيلصق غير بشويه في جميع البلايص. صدقوني هالطريقه راه كتجي زوينه، غير جربوها. حاولوا تسرحوا غير بشويه على هذا الشكل، سرحوا مزيان ورجع معكم. صافي وندوزو نسقيو جينواز على وجهها الاخر، والوجه الفوقاني هو اللي غادي نديروه الفوق. صافي نحاول ندهنها كلها بالكاناش من الفوق على هذا الشكل راك تشوفوا، طلعت كامله بالكاناش. غيحاولوا معاه، الكاناش راه كيكون بارد ما كيتسرحش بسهوله، راه كيعذب شويه ولكن معليش راه كيتطلق. نحاول نسرحوه متساوي
لهذا الشكل. لهذا الشكل نحيدو لها السيركل ونعود ندهنوها من الجناب كاملين. صافي نحاول ندهنها كلها بالقناش على هذا الشكل. نحاول ندهنوها كاملة ما نخليو حتى شي بلاصة على هذا الشكل. نرجع معاكم تصرحوها كاملة ما تقعد حتى شي بلاصة ما فيهاش لاكريم. نرجع معاكم هيا من بعد ما كملتها ندوز دابا ندخلها الثلاجة ونرجع معاكم. ودابا نجيبو لايركاك ديالنا من الثلاجة ونديكوريوها. انا عندي هاد الشيء اللي غادي نديكوري به، كل واحد يديكوري بداك الشيء اللي عجبو. هيا من بعد ما جبتها الثلاجة من بعد ما خرجناها من الثلاجة ندوزو دابا دورنا واحد شويه الشكلاط وغادي ندوزو نديروه من الجناب. لانك معي مش عايزه غيرك من الدنيا، ولو في امنيه بتمناها في حياتي فهي انك تفضل معي طول الوقت. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل.